ويمكن حتى مع يعني وجود فيروس كورونا وحضراتكم تابعتوا ان العالم كله كان بينمو بالسالب، مصر ظلت تحتفظ بالنمو الايجابي، وانا في تقديري جزء كبير من هذا النمو كان يعود لهذا القطاع المهم جدا. وعشان كده يمكن احنا حريصين كل الحرص على استمرار الدفع، والدولة دي سياستها في خلال انا اعتقد من 5 إلى 7 سنوات على الاقل في الاستمرار في الاستثمارات العامة والانفاق العام الكبير في مشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء. واعتقد ان ده ساهم بصورة كبيرة جدا في يعني الحمد لله ان احنا بقينا نشوف شركات مقاولات بدأت من 7 سنين كانت شركات بسيطة، النهاردة الحمد لله هذه الشركات تحولت الى شركات عملاقة بتاخد شغل بمليارات الجنيهات في السنة الواحدة، والترن اوفر بتاعها ما شاء الله يعني بيؤكد انها ماشي على الطريق السليم. والواحد اكثر سعادة انه ابتدى يشوف هذه الشركات النهاردة بتفوز بمشروعات في الدول العربية والدول الافريقية، بما يعني انها اكتسبت الخبرات الكبيره جدا 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 اللي بقت تمكنها النهارده انها تعمل على مستوى العالم كله وليس فقط على مستوى مصر. والحقيقه طبعا ان يعني مع كل اللي بنعمله ده الدوله المصريه ايضا بتركز على تطوير العمران القائم، واعتقد احنا عندنا مشروعين كبار جدا متبنيهم فخامه الرئيس. تطوير المدن القائمه، احنا يمكن حضراتكم بتتابعوا اللي بيحصل في القاهره الكبرى وكل شبكة الطرق اللي بتتعمل، المناطق العشوائية أو المناطق الغير أمنة اللي بيتم إزالتها وإعادة تطويرها، المناطق التاريخية اللي احنا النهاردة بنشتغل عليها وبنحولها إلى مناطق حضارية يعني على أعلى مستوى، منطقة مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، كلها مشروعات كبرى. ولكن أيضا لدينا مشروع عواصم المدن والمحافظات اللي بنستهدف من خلاله إنشاء أكثر من 500,000 وحدة سكنية لسكان المدن القائمة اللي موجودة، علشان برضو يبقى ده متنفس ليهم ومكان لوحدات سكنية. ولكن طبعا أنا أعتقد أن المشروع اللي نقدر نقول عليه أيقونة يعني الدولة المصرية هو مشروع حياة كريمة، وهو المستهدف منه تطوير حياة أكثر من 58,000,000 مواطن مصري في كل ربوع الريف المصري، وده بكل المقاييس هو المشروع الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة. والدولة المصرية النهاردة مخصصة له طبعا مئات المليارات لتطوير هذه المشروعات الكبرى، وكلها أيضا في قطاع التشييد والبناء والبنية الأساسية. وبالتالي الحقيقة يعني القطاع ده أعتقد أن الفترة اللي احنا بنمر بيها ال7 سنوات الماضية وإن شاء الله الفترة القادمة أيضا هي بكل المقاييس فترة تاريخية في حياة هذا القطاع، وإن شاء الله يعني يستمر هذا القطاع في النمو والرخاء، والدولة المصرية بتدعمه بالكامل، لأن هذا القطاع زي ما حضراتكم عارفين بالكامل يقوده القطاع الخاص تقريبا يعني باستثناء عدد بسيط جدا من الشركات اللي تنتمي للدولة، الغالبية الساحقة من الشركات اللي بتعمل فيه هو القطاع الخاص المصري، وهو اللي مكننا إن احنا هذا القطاع فعلا نجح إنه يوفر 5,000,000 فرصة عمل على مدار السنوات الماضية. وده زي ما بقول لحضراتكم اللي بقى مخلينا النهاردة لدينا قدرة هائلة وعندنا خبرة كبيرة في هذا القطاع، إن شاء الله إن احنا نقدر وسعداء إن احنا نكون بننقلها لإخواتنا وأشقائنا في أفريقيا والعالم العربي. فالحقيقة مرة أخرى كل الشكر والتقدير لزملائي وأصدقائي العاملين في هذا القطاع على ما يبذلونه من جهد.